كيف تعملين ربطة التوربان؟ غطي شعرك بكامله بواسطة القطعة الداخلية لتغطية الرأس. نمسك الشال ونثنيه ثنية صغيرة إلى الداخل ونضعه خلف الرأس، ثم نقوم بربطه من الأعلى لكن بدون شده كثيرا. إذا كان هناك زوائد تخلصي منها بطيها تحت الربطة، ثم نأخذ الطرفين المتبقيين من الشال ونطويهم على جانب الرأس وندخلهم تحت الشال من الخلف، وهكذا أصبح التربان جاهزا. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.